درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وطقس معتدل نهارا وطقس مائل للبرودة في ساعات الليل، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. بدأ تأثر المملكة بكتلة هوائية معتدلة من يوم الأمس، وكما نشاهد من خرائط درجات الحرارة يبدأ تعمق هذه الكتلة تدريجيا مع يوم الغد أيضا، لتكون الأجواء معتدلة في معظم المناطق وتميل إلى البرودة مع ساعات الليل. لذلك وجب التنبيه للبس معاطف خفيفة في ساعات الليل وفي ساعات الصباح الباكر، وأيضا نود التنبيه للأهالي بخصوص الطلاب الذاهبين إلى المدارس في ساعات الصباح الباكر أيضا بارتداء معاطف خفيفة في يوم الخميس صباحا. أما بخصوص الأجواء في هذه الليلة أو في العاصمة عمان، تكون الأجواء صافية، درجة الحرارة تصل إلى 18 درجة مئوية، وسرعة الرياح تصل إلى 14 كيلومتر في الساعة. أما في 3 أيام القادمة في العاصمة عمان أيضا، الأربعاء 26 أجواء غائمة جزئيا، يوم الخميس ترتفع قليلا 27، وتعود للارتفاع يوم الجمعة لتكون 31 درجة مئوية. أما ليلا أيضا هنالك ارتفاع تدريجي، 16 يوم الأربعاء، 19 الخميس، و21 يوم الجمعة. ننتقل سريعا لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة اليوم الغد في مناطق المملكة، نبدأها شمالا من إربد. في إربد متوقع أنه يكون هنالك بعض الزخات المطرية، 29 إلى 20 في المفرق، 29 إلى 17، جرش 30 إلى 18 درجة، في عجلون من 29 إلى 17 درجة مئوية. في عمان 26 إلى 16، في الزرقاء 29 إلى 18، في البلقاء 27 إلى 18، في مادبة 26 إلى 16، وفي البحر الميت 35 إلى 26 درجة مئوية. في الكرك 27 إلى 16، الطفيلة 26 إلى 18، في جبال الشراء 24 إلى 15 درجة مع 30 إلى 16، وفي العقبة 35 إلى 25 درجة مئوية. في المناطق الشرقية رويشة 33 إلى 18، كذلك الأمر في الصفاوي 33 إلى 16، وفي الأزرق نهاية من 33 إلى 18 درجة مئوية. كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب. إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، LG الرؤية الحديثة، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.